هو انا كل ما اروح في حته الاقيك في وشي؟ انت عايز مني ايه؟ انه يجيلك مزاج تتعشي معايا. فين؟ مطرح ما يعجبك. وتبطل تطاردني؟ اوعدك. الليله دي انا سهرانه عند واحده صاحبتي، تحب تسهر معايا؟ ما بحبش اصحابك دول. يبقى مره تانيه، اوكي؟ باي باي. هنسهر سوا الليلة دي؟ فين؟ عند واحدة صاحبتي هعرفك بيها، عاملة بارتي يجنن. أيوه بس الليلة دي أنت عارفة. نسيت. هاتي وتعالي يسهر معانا. يمكن ما يرضاش. هيرضى، ده أنتوا هتنبسطوا قوي. العنوان أهو، تعرفي ما جيتيش؟ هزعل منك. أما أشوف. أوكي باي باي. مع السلامة.
معاكي. انا مش ملاقيك ولا ايه؟ ده انا عسوس. بس بالغلق اللي معاكي ده وتيجي تسهري معاه. مره جايه ان شاء الله. عن اذنك. اتفضل. مالك يا عسوس؟ البت دي هتجنني. حسن انا معايا فلوس. انا عارف. خليهم معاك. لما احتاج هقولك. ما تزعلنيش. حسن انت حاسس ان دلوقتي بقابلك عشان الفلوس؟ مبروك يا حسن. مبروك يا ابو علي. مبروك على ايه؟ ده خيبه تقيله. وهي طنطوس وحشه؟ طب دي جنة. انت رحتها؟ ثلاثة اشهر لما روحي بقيت هنا. من حيث؟ من حيث كله. قد كده وحش؟ ابدا، دي بلد جميله جدا. سرايات وبيوت، لكن بقى لا سهرات ولا قعدات ولا حاجات. ومن الساعه 10 خص. تحس ايه المنيل ده؟ أفندم. سوسن، صباح الخير. صباح الخير يا حسن. هقول لك على خبر. زي الزفت. أنا اتنقلت طرطوس. أيوه طرطوس قبلي. إيه رأيك أنا هستلم العمل بعد أسبوع؟ إيه رأيك ناخد أجازة نسافر في أي حتة نقضيه سوا؟ نقلك لبلد اقرب. ده اللي في نيتي، بس بعد شويه. تعرف انك هتوحشني قوي. وانت كمان. دي مجامله. سوسن. نعم. ايه اللي خلاكي؟ قصدي يعني الخوف. خوفي من بكره، خوفي من اول الشهر يجي وما اقدرش ادفع اجره البيت. ماما تعيه، ما اقدرش اجيب لها الدواء. انطرد من شغلي واترمي على الرصيف. طبعا انت فاهم ده كله. وما اتجوزتش ليه؟ يعني كانت قدم لي عرسان ورفضت. اصل في ازمه جواز اليومين دول. نورت طرطوس يا باشمهندس. الله ينور عليك يا سيدي. لقيتولي شقة؟ لقينا لك شقة مفروشة لكن محترمة. شقة مين؟ شقة الست أم كوستة حرم الخواجة كرياكو. ناس جريد من بتوع زمان، إنما عشريين قوي. يا سلام.
امال تعجبك؟ اتفضل اتفضل يا باشمهندس. اتفضل ساعة البيت. الشقة عجبتك يا باشمهندس؟ كويسة مش بطالة. اتفضل المفتاح. أي خدمات تانية؟ متشكر. السلام عليكم. قول لي. نعم يا فندم. يا شقة الخواجة كريم فين؟ دي قدام سيادتك على طول هنا. طب مع السلامة. الله يسلمك. مين؟ أنا حسن عبد الحميد، جاركم الجديد. كلاستو كيرياكو يوسف نامو تو حسن بيه. حسن بيه. اهلا وسهلا خسن بيه، نورت البلد خسن بيه. تفضل تفضل خسن بيه تفضل. الحقيقه انا جاي اشكركم على الجميل اللي ما فيش جميل خسن بيه، احنا كلنا اخوات. انت واخدك؟ ايوه. والفاميليا؟ ما فيش فاميليا. تاكو ميري ذا فاميليا. مش مخيم خسن بيه، مش مخيم، احنا في خدمتك. انا فرست ثابته انت بالزو بتاعنا، ويمكن الزو بتاعنا مش هيجي بالزو بتاعي. لا ابدا ابدا، يعجبني قوي قوي. حلو؟ خلو. خلوي؟ خلوي. انا ممنون. مفيش ممنون خسن بيه. ميرسي، انتوا ناس طيبين في الحياه. ميرسي خسن بيه. طب استاذن انا. لازم يمسكتوا وقت كافيه. هاتي ناموا. كانوا من الكافيه. كلا باباكي. اخلين وساخلين خسن بيه. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا حضرة العمدة. إن شاء الله تكون مبسوط من الشقة. كويس يا عمدة. والعيلة هتشرف إمتى؟ مفيش عيلة. ربنا يسهل. ما يلزمكش أي خدمة؟ متشكر، عن إذنك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير. طرطوس نورت والله. يا اخويا تلم. اسمع. افندم. قول لعوضني جاهز الموتوسيكل عشان نفتش على الزراعه. حاضر يا فندم. تعال انت بتخش الكواري. بتخش ولا 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 انت شايف. لا لا وريني انا. ايوه. خدت اخر علاوه امتى؟ انا مش بتكلم على علاوه، انا بتكلم على الدرجه. فين هو الضمير يا حضره الناظر؟ بابو الزبده في الجمعيه ب8 ساغ، نشتري ب9 و10. من الجمعيه؟ لا من البقال. الجمعيه ما فيهاش زبده، تلاجه البقال بقدره قادر مليانه زبده. بقى ده اسمه كلام. اذا كنت عايز استمارتك تمشي، ناوي البشكه هتبقى قرشين. رشوه يعني؟ ما تبقاش حنبالي، هدية يا أخي. ده صحيح، لأن القانون بصفر. أهلا وسهلا ساعة البيت، تشرب إيه؟ واحد ويسكي، ما عندناش ويسكي. كونياك، ما عندناش خمر خالص.
امال عندكم ايه؟ قهوه، شاي، جنزبيل، قرفه، هنسون.